هنروح مع حضراتكم لمحافظة قنا. محافظة قنا بتشهد لأول مرة تنظيم بطولة شطرنج للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة في المحافظة، واللي بتستهدف تنشيط العقل للأطفال والابتعاد بقى عن الألعاب الإلكترونية اللي بتشتت الذهن، وكمان الاستفادة من خبرات المدربين في اللعبة مع وجود حكم معتمد بيشرف على اللاعبين. تفاصيل أكتر ممكن نعرفها معانا على تليفون أستاذ دعاء سيد أحمد، المشرف على أنشطة الأطفال بمكتبة مصر العامة بقنا. أهلا وسهلا بك يا أستاذة، صباح الخير عليك. صباح النور على حضراتكم، صباح الخير على مصر كلها. وأحب أوجه التحية والصباح إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوز أبنائنا في مسابقة أولمبياد. الله يخليكي. طيب خلينا بقى نبتدي نتكلم عن إن الشطرنج لعبة ذهنية ومش من السهل يعني إن الناس تبقى متابعاها قوي. هل أصلا المكتبة قبل ما تنظم بطولة وقبل ما تنظم منافسات إدت نوع من أنواع التدريب للولاد، أو الولاد كانوا بيجوا يمارسوا الشطرنج في المكتبة، ولا هي اعتمدت بقى على إنه ممكن يكون بيحصل ده في المدارس المختلفة؟ اولا حضرتك اقدر اقول لك، لو هنقول العنوان بتاع الباراجراف دوت، اني وعدت ووفيت. وعدت كل من السيده نيفين الكيلاني وسياده السفير رضا الطيفي والوزير السابق محافظ قنا اللواء اشرف الداوودي يوم افتتاح المكتبه في 3/15/2023 ان ان شاء الله باذن الله اطفال قنا قادمون، وان هيكون في حركه وسبق ثقافي للشطرنج والمكتبه. فبالتالي منذ ذلك الوقت افتتاح المكتبه، وانا كمدرب من المهاويه لعب الشطرنج، كمدرب للاولاد للشطرنج، فالمسابقه كان حصيله عام سابق واحنا بنعد ليها وبنجهز ليها حتى وصلنا هذا المستوى بعد الاعداد المسبق. طيب عايزين نتعرف من حضرتك اكتر على تفاصيل البطوله والمنافسات فيها. حضرتك انا كنت عملت المسابقه لفئتين، فئه اقل من 14 سنه وفئه فوق 14 سنه. الحمد لله من بدايه افتتاح المكتبه حتى هذه اللحظه قمت بتدريب فوق ما يزيد الألف متدرب من اطفال وشباب وسيدات ورجال. يعني لما يجي لك واحد ولي امر يقول لك معاه اولاده الثلاثه عايز اتعلم عشان عيالي اعرف العب معاهم. الهدف الاساسي كان ان انا بدل يعني ما اقول للولد تعالى سيب البابجي سيب الفري فاير وفيسبوك والكلام ده، تعالى حضرتك هنعمل تخطيط استراتيجي او اداره ازمه. صعب صعب ان انت تقول لطفل وهم براعم الجمهوريه الجديده تعالى ان انا هدي لك محاضره نظري تربوي صرف. صحيح لا. لازم اشجعه. الاستراتيجيه اللي انا اعتمدت عليها ان انا خلاصه كل ما تعلمته سواء في التدريبات السابقه، خلاصه خبره عملي في مجال التربيه والتعليم، او ما تعلمناه في اكاديميه مصر العسكريه او اكاديميه وطنيه التدريب او في اعداد القاده في حلوان وكل المؤسسات ديت، حبيت ان انا اوصله للاولاد بسهوله ويسر. بمعنى تخطيط استراتيجي وإدارة أزمة، دول كان هدفي الأساسي، إن إزاي الطفل أو الشاب يقدر يحل المشكلة لنفسه، إزاي تفكر صح، إزاي تحط خطة لك وخطة بديلة، إزاي لو أنت حطيت في موقف هديه صح بهدوء وهتفكر صح وتحسب نتائجه مسبقا. فالكلام ده كان اعتمادي على التعلم من خلال اللعب. فكان الإعداد مسبق من فترة كبيرة، جينا اتفقنا انا وهم بعد اذن حضراتكم احنا هنلبس يوم المسابقه اللونين الرسميين للشطرنج الابيض والاسود، وتم ساعتها لكن بث مباشر للاولاد. الاستعداد والتحدي للاولاد وهم طالعين على المسابقه بصراحه ما شفتهوش قبل كده مع اي حد. كده بسم الله ما شاء الله. اللي طلع من المسابقه واتفقنا ان هيطلع بنظام الكاس والخاسر عارف نفسه، قال انا غلطت عشان عملت النقله دي غلط، انا اللي غلطت عشان اتعلموا كدا. يعني ما حدش عمل شناعة أخطاء. فكل واحد أدرك هو خطأ في إيه وعمل في إيه. الحاجة الثانية كان في يعني شبه أتنشن نفسي يوم المسابقة الصبح، فأنا أكدت عليهم لو النهاردة لو خسرنا ما هيش نهاية المطاف، لأن إحنا فزنا إن إحنا عرفنا قواعد التحكيم إزاي، عرفنا إحنا بلعب بخطط إيه. أنا كنت رافضة الفترة اللي خدنا الخبرة. رفضت سواء براعم أشبال الجمهورية كلهم ان هم يلعبوا بخطه نابليون، لا هنلعب عادي. ليه؟ لان انا بشغل دماغ، مش عايز اقول لك اتفضل انت فزت، لا شغل دماغك. طيب انا عايزه اعرف حاجه منك، طبيعه الجو في قنا والطبيعه القنائيه كمان الجو بيبقى صعب جدا في اثناء الصبح، هل المكتبه بتبقى موجوده مثلا في الوقت ما بين بعد العصر والمغرب والعشاء، يعني يكون الوقت فيه الشمس اتكسرت شويه بحيث ان الطلبه يقدروا يبقوا موجودين ويقدروا يتمرنوا وكمان اهاليهم يقدروا يوصلوهم؟
احب احيي حضرتك على السؤال ده بصراحه، لاني نتفق سويا ان صناعه البطل تاتي من ثقافه المجتمع، وبما ان دور المكتبه هو تقديم نشر الوعي الثقافي للمجتمع المحلي، فبالتالي كنت بخلي يومين مخصوص في الاسبوع مسائي، في الشفت مسائي، لان المكتبه منشأة بتعمل من 8 صباحا حتى العاشرة مساء، كان الاول من 8 ل 9 مساء. فدلوقتي انا بخلي يومين مسائي الاثنين والخميس شفت من 3 ل 10 بالليل، بنزلهم مخصوص للاولاد شطرنج. وعندي بعد ايام الصباحي حاولت ان انا اخلي ساعه، ولكن سوري محاوله فشلت، بتخليها من 12 ل 3 للاولاد اللي هي بتيجي من قرى او من اماكن بعيده بالنهار، ورغم الدنيا شمس وتيجي اولياء امور معاهم وامهاتهم، فبقدم كل الشكر لكل ولي امر جه بابنه تحمل المشاق ان هو يقعد عشان يتعلم ابنه شطرنج. كل الشكر ليكي الاستاذه دعاء سيد احمد، المشرف على انشطه الاطفال بمكتبه مصر العامه بقنا، شكرا جزيلا ليكي.